مولانا، السؤال الاول للاخت ام محمد. هي بتعمل في شركه يعني بتكلف باعمال معينه، فصاحب الشركه بيديها مثلا مبلغ من المال تروح تخلص به هذه الاعمال. المبلغ اللي هي بتخلص به الشغل ده بيتبقى منه بعض الاموال البسيطه، فبتاخدها لحسابها نظير جهدها وتحركاتها. فالسؤال مولانا، هل يعني هذه الاموال لها حلال ام حرام؟ والله على حسب العرف والعادة أخي الكريم، إذا كان يعطيها هذا المال في مقابل أن تنجز هذا العمل فقط فما بقي فهو لها، أما إذا كان يعطيها ويقول لها انفقي من هذا المال ثم ردي الباقي علي فلا بد أن ترد الباقي حتى لو كان قليلا. هذه الأمانات لا بد أن يؤديها. إذا كان يعطي لها مثلا مثل بدل الانتقال مثلا في بعض المؤسسات يعني تعطي للعامل أو للموظف بدل الانتقال، هذا الانتقال في بعض الحالات يكون اكثر من الـ يعني تكلفه الانتقال الحقيقيه، ومعروف عرفا وشرطا ان هذا يفقده الموظف سواء وفر منه او لم يوفر فلا يعيد شيئا الى المؤسسه مره اخرى. اما اذا كان يقول لها انفقي مثلا من هذا المال كعهده ثم ردي الي الباقي فلا بد ان ترد الباقي حتى لو كان يسيرا او تستاذنه في ذلك، قلت بقي معي كذا، فإن أذن لها أن تأخذه وإلا أن ترد هذا الباقي حتى لا تدخل على نفسها ولا على أولادها مالا فيه شبهة. جزاك الله خيرا مولانا.